مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. مزمور النهارده يا احبائي في الانجيل بيقول كده: نور اشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم. افرحوا ايها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه. داود النبي هنا بيدينا كرامة الصديقين، الناس اللي هم عاشوا أمناء في حياتهم، في حياتهم تبقى منورة كده، نور أشرق للصديقين، والنور في حياتهم واضح في طريقتهم وفي حياتهم، زي ما بيقول الكتاب كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلام ربنا كان بينور لهم السكة وينور لهم الطريق، وهم كمان بيفرحوا بكده ان ربنا ساكن جواهم وفرحانين ان هم ماشيين في الطريق بتاعه. فعشان كده بقول افرحوا ايها الصديقون بالرب، بقول لنا يعني الناس اللي عاشت مع ربنا كانت فرحانة، وبيدينا رسالة برضو ان احنا نمشي دايما مع ربنا عشان نكون في حياة الفرح. وهذا الفرح يا أحبائي يتبعه الاعتراف بربنا واعترفه لذكر قدسه. يبقى الإنسان عايش في حياته بيعترف بعمل ربنا معاه، وإنه هو داخل في حياته وإنه منور له الطريق والسكة لربنا المجد الدائم الأبد آمين.